أهلا من جديد إلى الفقرة الرياضية. صباح الخير إيمان. صباح الخير ياسين. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام. صباح الخير، مرحبا بكم في الفقرة الرياضية لشروق مورنينغ. ياسين وسوسن، البداية دائما كما عودتكم دائما راح تكون بالأخبار المنتخب الوطني. بعد مباراة تنزانيا الكل كان ينتظر ربما إعلان إقالة دوفيف أو ربما هو يستقيل من العارضة الفنية للخضر، لكن لحد الآن لم يخرج أي قرار رسمي سواء من الفاف أو من المدرب كريستيان غوركوف. الاخر الاخبار تقول انه روراوا رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم كان اتصل امس بكريستيان غوركوف وطلب منه القدوم الى الجزائر ربما اليوم او غدا على اقصى تقدير، حتى راح يشارك في الاجتماع الذي ستعقده الفاف يوم الاربعاء المقبل حتى يفصلوا في هذه القضيه نهائيا. مستقبل غوركوف. نعم، في مستقبل غوركوف. وربما يعني حسب اخر الاخبار تقول انه الاتحاديه راح يعني تتمسك بكريستيان غوركوف لانه نتيجه الاياب هنا في الجزائر لم تكن متوقعه تماما، فهناك من يقول انه يعاودوا يعطوا له الفرصه لهذا المدرب حتى يكمل الاشراف على العارضه الفنيه، ربما راح يحقق نتائج خاصه أحسن. ربما ايمان بعد تصريحات روراوا بعد مباراه التي اقيمت في بليدار. نعم. روراوا قال انه اثق في غوركوف ولا يستبعد انه يجدد في الثقه او يقيل. نعم، كل هذه الاقاويل تؤكد انه ربما راح يتمسكوا راح يكمل حتى نهايه عقده. ايضا البارح هو كان صرح لصحيفه ليكيب الفرنسيه كريستيان غوركوف وقال انه انا اريد البقاء ومواصله العمل على راس العائله الفنيه للمنتخب الوطني لكن بشروط، واهم شرط شرطه كريستيان غوركوف هو موافقه رئيس الفاف، موافقته عليه وأنه يواصل مهامه على رأس العائلة الفنية لأنه رفض أنه يقعد في خلاف مع محمد روراوا ويواصل تدريب الخضر. أنه شفنا العلاقة توترت كثيرا بينهما حتى أنهم في الفترة الأخيرة ما ولوش يتحتوا مع بعض، ما يجلسوش مع بعض، وهذا الأمر يعني ما يصبش أيضا في مصلحة، يأثر على معنويات اللاعبين. يأثر على اللاعبين ويعطي كلام أيضا لنا كرجال الإعلام أو الشارع الرياضي حتى أنه ممكن يحطم المنتخب، خاصة الإيمان بعد النتيجة اللي حققها المنتخب الوطني امام. نعم. تنزانيا يعني بسبعيه، هذا الشيء ربما يخلي غوركوف يعني نقدر نقولوا انه يزيد من فرص بقائه على راس المنتخب. نعم، الوطني. نعم، هذه هي يعني السبب الحقيقي، يعني لو كانت مباراه تنزانيا يعني كشفنا نتيجه سلبيه كان اكيد انه اقاله مباشره بعد اللقاء، لكن بعد النتيجه الايجابيه ربما تعطي له فرصه انه يواصل على راس العارضه الفنيه للمنتخب. للتذكير انه فقط هو كان حزم امتعته واغراضه، ايضا قدم مفاتيح مقر الاقامه تاعه بنادي الصنوبر يعني قبل ما يروح، حضر رحيله. نعم، حضر رحيله قبل المباراة، لكن لا نعلم مدى سيكون بعد الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء إن شاء الله. قال دائما بالفريق الوطني. نعم، الفريق الوطني راح نحطوا على مباراة ودية راح تكون بين الفريق الوطني ونظيره الفلسطيني، يعني في مبادرة جميلة وفي سابقة ربما راح تكون مباراة استعراضية جميلة. هم أيضا هم يقولوا راح تكون نصرة لفلسطين المحتلة. هذا الخبر كشف عليه جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الإذاعة الوطنية وقال أنه توصل الاتفاق مع محمد روراوا ليقضي بإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين. قال أنه رسموا الاتفاق عن طريق مكالمة هاتفية، لكن الأمر ربما الذي وين حتكون فقط في الجزائر؟ أكيد راح تكون هنا بالجزائر، ربما في ملعب 5 جويلية حتى تكون أكبر نسبة متابعة من طرف الجمهور الجزائري، لكن الأمر ربما اللي يحزن نوعا ما أن المنتخب الجزائري ربما لن يشارك بكل نجومه لأنهم مرتبطين بالدوريات الأوروبية. نعم، وتواريخ الفيفا محددة يعني يستغلوها في مباراة ودية للتحضيرات يعني تصفية كأس العالم وربما التصفية الإفريقية، إلا أن ربما المنتخب الأولمبي هو الذي سيشارك في مباراة ودية مع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم. ونشوفوا الأكيد حتكون مدرجات مليئة بالأعلام الفلسطينية. ممكن يعني تصور منتخب واحد ربما ينصر المنتخب الفلسطيني على المنتخب الجزائري، أكيد نعرف أن الشعب الجزائري كله يعني ناصر الشعب الفلسطيني.
الفلسطيني. الآن نروح لأخبار المحترفين في الخارج. اخترت أنه نتحدث على كارل مجاني مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم. كارل مجاني أمس فسخ العقد تاعه مع فريقه التركي، هو اللي يتخلى عليه لأنه ما قدرش يدفع الأجور أو مستحقات المالية لكارل مجاني. وكان هناك أحاديث أنه راح يعني ينفصل على النادي التركي، لكن أمس بما أنه لم يشارك في مباراة فريقه في الجولة 12 من الدوري التركي الممتاز، عرفنا أنه أكيد تم تأكيد الخبر، نعم تم فسخ رسميا. نعم ومجاني نعرفه أنه يتقاضى أجرة عالية جدا مع النادي التركي تتجاوز 1 مليون يورو سنويا. وكان الناخب وحيد خليل وزيتش اللي هو مدرب النادي التركي طرابزون سبور هو اللي كان جابوا معاه لما راح يدرب النادي التركي، هو اللي داه معاه. أبو ما هذا الشيء راح يخليني نطرح سؤال إمام في هذا السياق، إذا كان هذا القرار ربما نقول يمس فقط كارل مجاني، أم أنه راح يكون كذلك يمس لاعبين يتقاضوا أجور عالية؟ بعض اللاعبين اللي يتقاضوا أجور عالية جدا في النادي التركي. سياسة التقشف تطال حتى اللاعبين الاخرين في تركيا. الآن نروحوا ربما ما يكونش في صالحه، أكيد ما حيكونش في صالحه أنه في نصف الموسم يعني يفسخ عقده قبل الميركاتو الشتوي. نعم لكن هناك ميركاتو الشتوي أكيد إن شاء الله ربما راح يلقى نادي آخر، خاصة أنه ينشط كأساسي في المنتخب الوطني دائما كارل مجاني. الآن نروحوا للشأن المحلي، نتحدثوا على عميد الأندية الجزائرية، يعني أكثر الأندية شهرة في الجزائر وأكبر نادي في الجزائر مولودية الجزائر. هي أعطت رأيها بطريقة غير مباشرة على المولودية. لا كغلط يا سيدي. نفضلوا ما نتحدثوش، نتحدث عن المنتخب الوطني لكن في الأندية نخلوها يعني في الكواليس. مع اتحاد العاصمة. أمينة يا سيدي، أنا من بعد الكواليس نقول لك. المهم نتكلموا على بموضوعية على مولودية الجزائر. مزيان إغيل مولودية الجزائر من أجل استقدام من لعب فرح كثير الجزائريين مع المنتخب الوطني، لعب كان مغترب في السسبنس. نعم في السسبنس هو كريم زياني اللي راح يظهر معنا على الصورة إذا ممكن المخرج. كريم زياني ربما راح يكون مع تشكيلة المولودية في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد ما مد مزيان إغيل الموافقة الرسمية لاستخدام اللاعب اللي كان ينشط في ألمانيا، نشط في فرنسا، كان في مارسيليا، وأيضا آخر نادي لعب فيه هو عجمان الإماراتي سابقا. من جانب السن يعني ما حنتكلموا بطريقة مباشرة، يعني هل السن كريم زياني اليوم يسمح له أنه يشارك في هو سنه يقدر يسمح له؟ لماذا السن؟ لأنه البطولة الوطنية نعرفوا أنه مستوى يعني ماهوش مستوى عالي جدا ليتطلب واحد في لياقة كبيرة يعني وقوة بدنية كبيرة. وزياني حسب فنياته هو لاعب يعني يمتلك يعني مميزات كثيرة، لاعب جيد خاصة هو لاعب وسط ميدان. ربما اكيد راح يعاود يتالق في البطوله الوطنيه لانه مستواها راح يبرز فيها، ربما راح يكون اضافه كذلك لمولوديه نعم الجزائر. نعم راح يكون اضافه لميدان لوسط ميدان مولوديه الجزائر، هما لهذا الامر حيحاولوا يستقدموا كريم زياني. غلطت في كريم زياني انه تفكرت مراد مغني اللي ينشط في شباب قسنطينه، استقدموه شباب قسنطينه بدايه الموسم لكن ما شفناش مراد مغني. يعني اكيد الامر ليس نفس الامر بالنسبه لزياني لانه مراد مغني كان تعرض لعديد الاصابات من بعد توقف وراح للسياسي في قسنطينه، يعني مختلف تماما عن زياني. لكن بالعكس زياني يقدر يتالق بشكل كبير في يبقى نشوفوه. انا نروح نشوفوا اسك هو راح يوافق، اذا هو راح يوافق لم يتم الاعلان عن الموافقه، يعني الحديث طال في الاعلام ربما هو مازال ما عطاش الموافقه، هو مازال ما عطاش الموافقه، يعني في مفاوضات بينه وبين مناجر بين المولوديه ومناجر زياني. لكن انا نعلم اذا ممكن راح نشوفوه للفرق. اذا كان ربما الخلاف او اختلاف كبير في السن حيكون فيه مشكل ما بين تنسيق وتناسق ما بين اعضاء الفريق، لا لانه كل فريق نصيبوا فيه كوادر، هناك لاعبين كبار في السن يعني ما مش كلهم صغار في السن، دائما لازم يكون واحد كبير في السن القائد الفريق او لاعبين اخرين كوادر هاد الانديه. احنا نتمنى وان شاء الله تشوفوا زياني في المولوديه وان شاء الله يقدم مستوى جيد في البطوله المحليه.
الان نروحوا للشان الدولي. راح نعاودوا نتكلموا على مباراه الكلاسيكو، كلاسيكو الشهير بين موسم الاهداف موسم الاهداف بين ريال مدريد وبرشلونه. استعين بتجربه غوركوف حتى يعمل بسباعيه ويسكت الانصار هو عمل العكس، عمل العكس ياسين، دار رباعيه ويتحمل المسؤوليه، الرباعيه وتحمل المسؤوليه. لكن نعطي فقط اسم المرشح ربما لخلافة بينيتاز، هو الفرانكو الجزائري زين الدين زيدان. نعم هو ابن النادي الملكي، ابن ريال مدريد، يعرف جيدا الفريق. رغم يقولوا انه ربما هو اللي راح يتولى العريضه الفنيه لريال مدريد، وهناك انصار كثار ربما راهم يستناو في اليوم اللي يتولى فيها زين الدين زيدان العريضه الفنيه. ان شاء الله يسلط الضوء على اصول الجزائريه. ناصر ريال مدريد اذا انضم زين الدين زيدان راح يقول لي من مناصري ريال مدريد. لا اعتقد كان متعصبين برشلونه حتى لو كان جزائري يعني يلعب في المنتخب يتولى ريال مدريد ما ينصره. لا لازم ايضا ريال مدريد ولا برشلونه. عادت الى نفس السؤال. انت سالتني في المحلي نسالتك في الدولي، انا اكثر احراجا منك. انا مع الانصار، ما يتبعوا الانصار. ريال مدريد ولا برشلونه؟ الانصار بصفه عامه، انصار المنتخبات الوطنيه، انا مع المنتخب الوطني. وسوسن انا مع كل المنتخبات. اليوم سوسن راح مع الانتر، الانتر هي الاحمر والاسود. لا لا مش الاحمر والاسود، ربما ميلان. ميلان اسي، الميلان. اليوم راح سوسن ميلان مباشرة. نعم مش احمر، ماشي احمر ياسين. في الفقره القادمه ان شاء الله يوم الاثنين راح لازم نديروا الاعلان عن قائمه الجميع الصحفيين والنوادي اللي شجعوها، بما انه في دائما اصرار هنا راح نديروه في شروق مورنينغ اكثر الفرق المشجعه من طرف العمال معنا ان شاء الله. الدنيا مع الوقف 7-0 و4-0 ونحن مع فريق مع برشلونه. نعم شكرا ايمان. شكرا ياسين. شكرا سوسن. شكرا لك ايمان على كل هذه الاخبار الرياضيه. اذا مشاهدينا نعاود ترحيب بكل من التحق بنا لحظة إلى البرنامج، ما نزال دائما متواصلين وإياكم. فقرتنا ما تزال متواصلة، راح يكون عندنا حديث كما ذكرنا في العنوين عن قانون المالية أو مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي أثار الجدل، بالإضافة للمحطة الصحية والمحطة الثقافية. ياسين الحديث عن قانون المالية كما ذكرتي مع حبيب زقاد البرلمان الجزائري، وأيضا الحديث عن منتدى الإعلام الدولي، منتدى دولي للإعلام في الجزائر، كل هذا إضافة إلى محطات أخرى في شروق مورنينغ. ابقوا معنا. إذا عدنا إليكم مشاهدينا والحديث اليوم مع حياة والفقرة الصحية عن صباح الخير حياة. صباح النور ياسين. صباح الخير سوسن. صباح الخير حياة. أهلا أهلا بك، نرحب بضيفنا ونقول لك موضوعنا اليوم. مرحبا بالدكتور وليد نوي أخصائي في طب الأطفال اللي جانا من الرعاية، مرحبا بك. بك أنتم صباح خير وصباح خير كل الجزائريين. شكرا. ياسين موضوعنا اليوم هو التهاب الشعب الهوائية البونكيوليت، يكون عند الأطفال الرضع، يكون خاصة عند الأطفال أقل من 2 سنوات. علاش اخترنا هذا الموضوع اليوم؟ لأنه هذا المرض يكون منتشر بكثره خاصه في فصل الشتاء، اكثر من يعانيوا مع اطفالهم ايضا. 50% تقريبا في المستشفيات تكون في اكيد في مصالح طب الاطفال يكونوا 50% منهم مصابين بالتهاب الشعب الهوائيه البونكيوليت. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. الفقره الصحيه طبعا موضوعنا اليوم التهاب الشعب الهوائيه للاطفال لو بونكيوليت. الكل يحب يتابعوا فينا الان، متابعينا تحبوا تسقسيونا اي سؤال تطرحوه حول هذا الموضوع، تابعونا وراسلونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، ونحن في الخدمة أكيد. نروح لضيفنا مباشرة، نعرف بداية حول هذا المرض، ما هو التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال؟ ذكر قبل ما نعرفوا ما المرض لازم نعرفوا ما هي الشعب الهوائية. انه على بالنا انه في القصبات الهوائيه في الرئه تبدا من قصبه كبيره نسموها الاطراشي، ومن بعد تتفرع كما اغصان تاع الشجره، ومن بعد كل ما تتفرع يصغر القطر تاعها حتى تعطيني اصغر قصبه صغيره نسميها شعبه. من وراء هذيك الشعبه هذيك يجي نسموها حويصلات، اللي من خلالها يتم تبادل الاكسجين بين الدم والهواء. دونك التهاب الشعب الهوائيه هو التهاب يحدث في اصغر قصبه هوائيه اللي تكون اخر قصبه في شجره تفرع القصبات الهوائيه في الرئه. هذا الالتهاب يمس هذا المكان من الرئه وماشي كامل الرئه.
نعم، إذا المشكلة حيكون في الشعب الهوائية اللي تكون صغيرة، ممكن نقول أنه قصيبات هوائية صغيرة تكون عند الأطفال، تكون تعاني من انسداد والتهاب، يعني عند تراكم البلغم عند الجدران. عندنا الصورة يعطيها لنا المخرج، الفرق ما بين القصبات الهوائية الطبيعية والقصبات الهوائية اللي تكون تعاني من برونكيوليس. في الصورة أنه في الشعب الهوائية كي تكون ماشي مريضة يكون القطر تاعها مفتوح. كاين القصبتين يعطيها لنا المخرج. في الحاله هذه يكون القطر تاعها مفتوح انه تسمح بمرور الهواء. لما يحدث هذا الالتهاب الشعب الهوائيه راح يحدث انسداد في القطر تاعها، راح يزيد كميه المخاط لداخل، وراح يحدث انقباض في العضلات اللي موجوده في هذه القصيبات الهوائيه نعم. هذه بالنسبه علاش يحدث هذا الالتهاب. ما هو السبب؟ السبب تاعها الاساسي هي عدوى. هي عدوى وهو فيروس. هذا الفيروس هو مجموعة من الفيروسات اللي يكون شائع 80% من الحالات الإصابة في لابونكيوليت. لابونكيوليت كاين هذا الفيروس اسمه لو فيروس. هذا الفيروس هذا عنده خصوصية أنه يصيب الأطفال اللي تتراوح الأعمار تاعهم ما بين 30 يوم حتى ل 24 شهر. واكتشف في العام، ماشي في طول العام عموما، في ما بين أكتوبر حتى فيفري، ولكن ذروة العدوى تكون عموما في ديسمبر وجانفي، ورانا حاليا رانا في شهر نوفمبر وحالات لابونكيوليت بدات تتكاثر. كيفية العدوى؟ كيف ينتشر هذا الفيروس؟ هذا مهم بزاف، لانه اذا عرفنا كيفاش العدوى راح نعرفوا كيفاش الوقاية منه. هذا الفيروس لازم نعرفوا بلي يصيب ماشي غير الاطفال الصغار، يصيب مام الاكبار، الاطفال اللي يكونوا 4-5 سنوات، يصيب مام الناس الكبار، والاصابة تاعو راح تكون عن طريق الايدي. عن طريق اللمس. لازم نعرفوا بلي الفيروس هذا في اليدين يعيش 30 دقيقة، معناتها مثلا إذا كان الإنسان مثلا عنده زكام معطس ودار يديه مثلا في داع الأنف تاعو، ومن بعد مباشرة نصافح إنسان واحد آخر ماشي مريض، هكا راح ينتقل الفيروس. نعم. ثاني حالة يقدر ينتقل عن طريق الهواء، مثلا واحد يعطس في قاعة تكون قاعة مغلوقة ماشي مهوية، أنه كي يعطس كاين الدرات هذوك تاع العطس هذوك مجهرية ما نشوفوهاش، ولكن تنتقل عن طريق الهواء. نعم. وتنتقل من إنسان لإنسان، ولازم نعرف بلي الفيروس يستنشقه أكيد. ومن بعد يستنشقوه، وكاين ما نستنشقوهش مباشرة، هذاك الفيروس كي يروح عن طريق ذرات العطيس ولا عن طريق السعال ثاني يتحط في اللباس ولا في الأدوات ويعيش أكثر طويلة. يعيش أكثر، يعيش من 6-7 ساعات. معناتها مثلا واحد كان مثلا عنده زميل في العمل تاعو مثلا مريض وكان يعطس ولا كان يسعل في القاعة اللي كانوا فيها مثلا في المكتب ولا، هذيك القطرات اللي مجهرية تنتقل تتحط على اللباس تاع الإنسان اللي ماشي مريض. مثلا في المساء لما يروح للمنزل المنزل عنده رضع مثلا في عمره عام ولا، هذاك الرضع لما من بعد يروح عنده مباشرة راح يرفضوا مثلا يشدوا عنده، هذاك الرضع راح يلعب مع الأب تاعه مثلا، راح يلمس هذوك القطرات من بعد يدير يديه في فمه، هكا صرات يعني ما نقدروش نوقفوا العدوى انطلاقا من الوقف، يعني الطفل ما نخرجوش في الشتاء. هذه طرق الوقايه من بعد نتكلموا يعني العدوى ممكن تكون حتى بالانسان اللي يكون كبير في المنزل يجيب العدوى من الخارج وهو ماشي مريض. وهو ماشي مريض، بس الامهات تقول لك انا ما خرجتوش ما كانش واحد مريض ولكن مرض. نقدروا نعديه بطريقه غير مباشره هكا عن طريق اللباس اللي يكون فيه حمل في نعم. عندما نتحدث عن العدوى نتحدث عن الاسباب، هي اهم سبب. السبب الاساسي قلنا ينتقل هذا الفيروس عن طريق الايدي، ينطلق عن طريق اللباس هكا، ينطلق عن طريق اللعاب مثلا نقبل الطفل وانا ما عندي زكام ولا عندي رشح ولا. دونك هذوما الاسباب الاساسيه اللي الاعراض عديده اللي يعاني منها الرضيع، خاصه مثلا نقولوا الصفير اللي يكون يعاني منه عندما نشوفوا الشعب الهوائيه تنغلق عن طريق البلغم، يكون صفير عندما ينتقل الهواء الى الرئتين. لازم نعرفوا بلي مثلا الفيروس اذا اليوم دخل جسم الطفل ماشي في اليوم راح يبدا المرض، كاين من نسموه لو طون دانكيباسيون، هو وقت هذا اللي راح يتكاثر فيه الفيروس داخل الجسم ومن بعد باش يبدا يظهر على. وسامحني فقط، ممكن هذه الفتره تكون الاعراض مشابهه للزكام؟ في البدايه هو عنده مرحلتين، مرحله البدايه عنده نفس اعراض الزكام، يبدا النفيسين نيفو يسيل، يحدث له احتقان في النيف، يقدر يتغلق نيفو شويه، يحدث معاه شويه سعال خفيف،
وتجي حمى طفيفه ما بين 38 38.4، وممكن هذه الاعراض هذو تصاحبها مثلا الطفل يولي تعبان شويه ما يكملش الرضاعه تاعو، يحب يرقد شويه زياده. غالبا شحال تدوم المده هذه؟ من يومين ثلاث ايام. ومن بعدها يظهروا اعراض لابرونكيوليت. لابرونكيوليت الاعراض الاساسيه اللي فيها انه نلاحظ الطفل يولي يتنفس بسرعه. عموما الرضع يديروا 30 دوره شهيق وزفير في الدقيقه. عند الاطفال ما يصابوا بلا برونكيوليت يولي يحدث لهم تسارع في التنفس تاعهم، هذا من بين الاعراض الاولى انه يتسارع. الاعراض الثانيه تاعو كما قلتي يحدث له صفير، نولي نسمعوه يتنفس يدير هذا الصوت، باسكو عنده انسداد في القصيبات الصغيره. يدير صوت هذا اللي الامهات لازم تسمعوا مليح. نسمعوه من بعيد ويلهث. يلهث فوالا، نسمعوه من بعيد انه يتنفس. الوغ في الحالات العاديه ما نسمعوش الانسان كي يتنفس. والحاله الثالثه يحدث له ما نسموه التيراج، يولي ينهش ياخذ صعوبه. كاين هنا لما نتنفس نشوفوا الامهات هذا الجلد اللي فوق الطرقوه هذه هنايا العظمه هذه كي نتنفسوا عادي ما تدخلش. كي يكون الطفل عنده صعوبه في التنفس نلاحظ هذا الجلد تدخل لداخل تتجوف هنايا هنايا. في الحالات كي نتنفسوا عادي لي كوت تاعنا الاضلاع تاع الصدر ما نشوفوهاش. في الحالات تاع الطفل كيما يكون عنده صعوبه نولي نشوف لي كوت تاعو لما يشهق ويصير. مهم جدا انه الامهات يلاحظوا هذه العلامات حتى يفرقوا ما بين الزكام ولابرونكيوليت ويعرفوا انه لابد انه تكون رعايه خاصه. نشوف صدره دائما ونشوف منه هنايا بزاف. هو دائما نلاحظوا كي نكونوا في لي كونسلتاسيون انه الجدات ينتبهوا اكثر من الامهات اللي عندهم اكسبيرينس. يقول لك مرض جناب اللي يقولوا هكا يلاحظوا باللي الثلث الاخراني من القفص الصدري يحدث له فيه انفتاح وانسداد كبير والاضلع لي كوت تاعو يبانوا اكثر. دونك اذا لاحظت الام اللي عنده صفير وماهوش قادر يتنفس مليح ومعها حمى وقبل هذه الاعراض بداها نوبه زكام برك نيفوسين انه الطفل يدير روف يدير برونكيوليت. روح للتشخيص اكيد. عندما نتحدثوا عن فئات خاصه مثلا هذه الفئات من الرضع الاطفال الرضع ممكن الاعراض تكون مختلفه عندهم وحتى تكون عندها مضاعفات اكثر. مثلا عندما نقول انه رضيعي كان خديج الولاده يكون بريماتوري او مثلا حالات اخرى تكون عرضة عليها أكثر تكون أكثر. لازم نعرف اللي الرضع اللي يكونوا من رضاعة طبيعية يكونوا أقل عرضة لابرونكيوليت. فوائد الرضاعة الطبيعية دائما نأكدوا عليها. يكون أقل عرضة لهذا الفيروس. ثاني حاجة هذا الفيروس عموما في 80-90% من الحالات يديروا دي برونكيوليت خفيفة ما فيهاش مضاعفات. معظم الحالات ما فيهاش مضاعفات ولكن فيه نسبة قليله انها تدير مضاعفات. شكون هما اللي اكثر اللي يديروا المضاعفات؟ كما قلتي الاطفال الخدج لي بريماتوري هذو لما ينزاد الطفل قبل الوقت يكونوا ديجا الرئه تاعو ماشي ناضجه كفايه. دونك يزيد يتحط عليها فيروس، هذا الفيروس يزيد يدير مضاعفات كبيره. مثلا يكون الطفل عنده تشوه خلقي في القلب، يكون عنده نقص في المناعه تاعو، ضعف في النمو، يكون يرضع رضاعه غير طبيعيه، هذو يديروا اكثر. عنده ايضا الامراض التنفسيه اللي تكون اصلا عند الرضيع هل عندها علاقه ايضا تؤدي الى الامراض التنفسيه المزمنه؟ اي لما يتحط عليها الفيروس تاع البرونكيوليت يزيد يضعف. المضاعفات الاساسيه تاع هذا المرض فيه عنده زوج مضاعفات، كاين مضاعفات انيه اللي تحدث ثم في هذه الايامات اللي راهو فيها البرونكيوليت، وكاين مضاعفات تجي من بعد. المضاعفات الانيه انه بعض الاطفال لما يكونوا وخاصنك يكونوا قل من 3 شهور لما يحدث انسداد كامل للشعب الهوائيه تاعهم ما يوليش فيه مرور مليح للاكسجين، معناتها يحدث لهم ازرقاق. اذا شافت الام اللي وليدها ولا وجهه زرق ولا ازرقاق في الشفتين تاعو معناتها عنده نقص في الاكسجين. هذه الحاله لازم تستشير استعجالات طب الاطفال. كاين المضاعفات الثانيه يقدر من البرونكيوليت اللي قلنا هي التهاب في القصبات يدير ما يسمى التهاب رئوي، يولي الفيروس هذاك يروح للرئه الداخل ولا يدير سكون افال يسير انفكسيون، يتحط ميكروب واحد اخر بكتيريا انه يجي الفيروس تاع البرونكيوليت يتعبوا ومن بعد يتحط ميكروب واحد اخر يدير له التهاب رئوي. دونك هذوما المضاعفات الانيه. وكاين المضاعفات اللي تجي من بعدها انه كاين عندنا خلط شويه في المفاهيم اللي مامون كاع يقول لك اللي يدير لابرونكيوليت يولي ازماتيك.
هذا الامر خطا والناس بزاف تخاف تقول لك هذا لي برونكيوليت كيولي لي ازماتيك. هو كاين ما يسمى الرب والرضع، وهذا سيتي نونتيتي ابار وحدها ماشي كيما الروبو تاع الكبار، انه اي طفل رضيع قبل سنتين اذا دار فوق 3 مرات لي برونكيوليت يقدر يديرها مره وما يزيدش يديرها، يقدر يديرها مرتين وما يزيدش يديرها. اذا كان اكثر من 3 مرات، اذا دارها فوق 3 مرات هذا الطفل عنده احتمال يدير الربو والرضع، من بعد يطور الربو يولي يدير يولي حاله مزمنه ويدير الربو والرضع. دونك ماشي كامل الاطفال يقدر يصيبوا مره مرتين وماشي قاعد يديروا 3 مرات. طيب في بعض الحالات ما تطلبش انه يروحوا للطبيب، وبعض حالات اخرى تطلب انه تكون رعايه في المنزل. نقدموا بعض نصائح الامهات كيفاش يتعاملوا مع الاعراض حتى يخفوا من هذه مليحه، باسكو الامهات دائما يتقلقوا. هو معظم لي برونكيوليت ماشي هي لا برونكيوليت فيها 3 درجات، كاينه اللي تجي خفيفه فيه صفير خفيف فيه تنفس خفيف، وكاين اللي تجيه متوسطه وكاين اللي تجيه شديده بزاف. الحالات الشديده في النسبه صغيره اقل من 1% من مجمل لي برونكيوليت اللي يحدثوا في في العام. الام وقتاش تقلق على وليدها اذا دار برونكيوليت؟ اذا لاحظت انه اول حاجه يولي ما يرضعش مليح، الطفل اللي ما يقدرش يتنفس مليح يولي ما يقدرش يرضع مليح، وخاصه اذا كانت رضاعه غير طبيعيه. مثلا تلاحظ من اللي مثلا كان ياخذ مثلا 150 مللتر تاع حليب يولي ياخذ 60 70، هذه لازم تستشير طبيب تشوف بلي ماهوش يكملها الرضاعه تاعها لي بيبون كالعاده تاعو. ثاني حاله تستشير طبيب اذا لاحظت اللي وليدها ولا يخمل بزاف يولي يحب يرقد بزاف، بس هنا في الحالات اللي تتطلب استشاره الطبيب. تشوفوا بلي ما ولاش يتفاعل مليح، عاد خامل بزاف، معناتها هنايا ممكن عنده نقص في الاكسجين ونسبه سي او 2 كثرت بزاف في الدم تاعو، خلاته يروح يرقد بزاف ما يتفاعلش معها اكثر. اذا دار الحمى لا برونكيوليت تجي فيها الحمى، ولكن حمى طفيفه 130 ونص حاجه خفيفه، ولكن اذا لاحظت عنده ام برونكيوليت والحمى تاعو بقات يومين متتاليين فوق 39 لازم تستشير واش تقوم المرأة؟ أنا قلت لك الأم ماذا تفعل حاليا عندما يكون عند طفلها على برونكيوليت وماذا الاحتياطات اللازمة؟ هي الدراسات العلمية كامل تقول أنه أي طفل اللي يدير لابونكيوليت لازم نوفر له قبل جو ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف. نظريا يقول لك لازم تكون درجة الحرارة تاع البيت تكون 21 درجة، هذه نظريا لازم البيت ما تكونش سخونة بزاف وما تكونش باردة بزاف، هذه أول حاجة. ثاني حاجة لازم ديرها الطفل اللي عنده لابونكيوليت لازم ما نرقدوه فوق مستوى افقي، لازم نطلعوا له صدره بنسبه 30 20 درجه، دير له ان كوسان تحت ظهره مخده طلع له صدره، بس كي يطلع صدره راح تسهل عليه عمليه التنفس، ومام كي يسعل هذوك النخمات اللي يكونوا عنده في الليل بلغم هذاك ما يغموش كي يكون في الـ في الـ في الـ ما يخنقوش، كي نطلعوا له 45 درجه. ثالث حاجه مهمه بزاف وللامهات ما ديرهاش ونظن ناكدوا احنا كاطباء، لازم ديرها كل ساعتين ثلاثه، كل ساعتين ثلاثه لازم تغسل له المناخير تاعو نيفو كل ساعتين ثلاثه بالسيروم صالي. علاش نديروا هذا؟ ايه باسكو التنفس كاع يجوز على النيفو، اذا فتحت نيفو راح نعطي له 50% من الهواء اللي يحتاجه، ونديروا كل ساعتين ثلاثه تغسل له نيفو، واحسن وقت دائما قبل الرضاعه وقبل ما تغذيه. ثالث رابع امر نديروه، الطفل كي يكون عنده نوبه برونكيوليت يسعل بزاف، اذا كانت المعده تاعو معمره بالاكل ولا بالحليب هذيك السعال راح يحدث له انقباض في عضلات البطن راح يخليه تقيا. دونك واش لازم نديروا له؟ الطفل اللي يكون عنده لا بونكيوليت لازم نقسم له الرضاعه تاعو، نعطيها له بكميات صغيره وفي اليوم مثلا كان ياخذ 150 نعطي له 60 مرتين كل ساعة كل ساعتين نعطي له ب60 مثلا، هكا نقص على 2 نقسم على 2 الرضاعة تاعو. وخامس حاجة نديرها الأم أنه تعطي له كمية سوائل زيادة، علاش؟ باسكو المخاط اللي يكون اللي يحمي القصبات الهوائية فيه نسبة كبيرة من الماء، لما يكون هو جاف راح يزيد يتكدس في لما يكون رطب راح يتسهل له يخرج، دونك حتى هو نعطي له كميات سوائل بكميات صغيرة ومتفرقة على طول اليوم. هذو لو كان ندير بهذا الاحتياطات هذه عموما لا برونكيوليت تساعدوا على اخراج البلغم ايضا البلغم ولا برونكيوليت عموما
تكون المدة تاعها الزمنية من 5 أيام حتى ل 10 أيام وتجوز على عليه. طيب دكتور، في بعض الأمهات حتى تساعد طفلها على إخراج البلغم تروح للكيني عن طريق الحركات، هل هذا مفيد أو لا؟ وما هي الحالات التي تتطلب أن يروحوا للكيني وحالات أخرى يعني استمرار؟ يومنا هذا لا كينيزي ثيرابي هذيك اللي نقولوا اللي مامون يعرفوا يقول لك سبور تاع نحيلوا ليكلار هذيك، ماشي كاع الحالات تستوجب نديروا لهم لا كيني ولازم تستشير طبيب. هو لما يفحص الطفل يعرف اسك الحاله تاعو تستجيب لازم لها لاكيني ولا ماشي لازم لها. ومعظم الحالات ما يحتاجوش لاكيني، يحتاجوا نقي لهم نيفهم كل ساعتين ثلاثه، كل ساعتين ثلاثه، وتجوز لا بانكوليت عموما بخير. العلاج كيفاش يكون في هذه النقطه؟ هذو في المنزل واش قلنا هذوك خمس امور اللي ديرهم، هذاك هو العلاج الاساسي تاع لا بانكوليت. كاين بعض الحالات اللي تحدث فيها مضاعفات وين يحدث انسداد كامل القصيبات الهوائيه الشعب الهوائيه وين ثم يتولي طفل ناقص اكسجين، ثم لازم في هذاك اختصاص الاطباء يدخل من المستشفى وفي علاجات خاصه في المستشفيات اللي نديرهم. نعم. طيب احنا قدمنا بعض النصائح للسيدات كيفاش تتعامل مع البرونكيوليت، نقدموا نصائح بصفه عامه حتى نقصوا من العدوى، ممكن حتى نغيروا عاداتنا الحياتيه لبعض الاشخاص. هذا مهم بزاف. نعم. لانه البرونكيوليت سي ان فيروس، الفيروس الفرق بينه وبين البكتيريا انه ما عندوش انتيبيوتيك نمدوه يبرى منه. ما فيش ايضا تلقيح للبرونكيوليت. فوالا، وما فيش لقاح لحد الان ناجع للبرونكيوليت. دونك كي يكون عندها الام رضيع لازم تتفادى تخرج به في مرحله هذه اكتوبر نوفمبر ديسمبر، وخاصه اذا كان اقل من عام، اقل من عام، تتفادى الازدحام الزحمه في الاماكن العامه. باسكو علاش؟ وخاصه في النقل العمومي. العمومي مثلا يكونوا في وسط ملائم لانتشار الميكروبات، مثلا يكونوا في ان بيس ولا يكون مغلوق، كاين واحد يسعل، واحد نيفويسيل، نشدوا المقبض يكون فيه واحد مثلا كان عنده زكام. الاطفال راح ثم يتعرضوا للعدوى، دونك تتفادى ونتفاداو الزحمه في المستشفيات. اذا شفنا مثلا المستشفى وكانت مثلا تاعهم مثلا سيرتو هي دائما في المستشفيات وقت ما بين 8 تاع الليل حتى ل 11 12 تاع الليل فيه زحمه كبيره. انه الطفل اذا جاء مثلا ما عندوش لازم يروح في هذاك الوقت، ماشي لازم نديه له في هذاك. ممكن الطفل يكون عنده حمى خفيفه 38.4 ونديه للمستشفى، يقدر يكون في الجو هذاك كاين بزاف لي برونكيوليت، انه يومين ثلاثه من بعد راح يولي يدير حتى هو برونكيوليت. نروح للمستشفى غير للضروره القصوى، وخاصه في الوقت هذا ما بين 8 وخاصه لما تكون فيه زحمه بزاف في المستشفى. دونك نتفادى على العموم. ايضا الحضانه، احنا نتمنى انه الامهات اللي يكون عندها طفلها مريض بالبرونكيوليت ما تاخذش ابنها بالجيش للحضانه، ثاني حاجه يكونوا اطفال مناعتهم ضعيفه. تكلمتي مليح على دور الحضانه حاليا، نلاحظوا انه فيه دور الحضانه اللي ياخذوا الاطفال من 3 أشهر وفيه اختلاط بين الاطفال مثلا تاع 3 4 5 سنين مع هذوك تاع 3. دونك ناكد بزاف على غسل الايدي مثلا، تكون هذيك لانوريس اللي تكون مع الطفل الرضيع لما توكلوا ولا ترضعوا، ولا لما تروح عند طفل واحد اخر يكون مريض، ولا لازم لما ترجع لازم تنقي يديها مليح باش ما تنقلش الفيروسات. بس هذا الفيروس قلنا يقدر يجلس الاطفال تاع 3 4 5 سنين يدير لهم زكام خفيف. حتى الحضانه حيكون وسط لانتشار، حتى ولو ما مساتوش، حتى ولو غسلت نظن في الهواء حينتشر الفيروس، يقدر ينتشر. يعني لازم نعزلوهم هاد الاطفال هذو مع بقيه الاطفال، ماشي كيما واحد كبير تطورش مناعه عالية ضد هذا الفيروس. إذا احنا لخصنا وقدمنا أهم شيء في هذه الفقرة، قدمنا النصائح الملائمة والمفيدة والضرورية للأمهات. تكمل لا لا في المنزل، هي أهم شيء في المنزل. 80-90% نقدر أنه نعالجها في 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 المنزل. شكرا لك. نذكر فقط مرة أخرى كان معنا في هذه الفقرة الدكتور وليد نوي، مختص في طب الأطفال اللي جانا من الغاية. شكرا على حضورك وعلى معلوماتك المهمة. شكرا لكم أيضا على حضوركم وتدخلاتكم أيضا. شكرا لمشاهدينا. اليوم كاش تدخلات فيسبوك، اليوم راكم غايبين علينا، نتمنى ان تواصلوا معنا في الاعداد المقبله وما تروحوش بعيد. شكرا. اكيد في اليوم جاوبت على كل الاسئله التي يمكن تكون في بالهم، يعني لن يرسلوا باسئلتهم. شكرا لك حياة. شكرا لك ياسين. شكرا لك زوسان. فنواصل فقرات الشروق مورنينج المتنوعه. ما زال الحديث بعد قليل سيكون عن قانون الماليه الذي يناقش هذه الايام في البرلمان الجزائري مع البرلماني
حبيب زكات. نعم ياسين، هذا المشروع كما ذكرت الذي أثار الجدل الكثير وسط نواب المعارضة وكذلك الصحف الوطنية جلها لنهار اليوم تحدثت عن قانون المالية. هناك من قال أنه يرعب الجزائريين، وهناك من قال أنه الوضع صعب والمواطن الجزائري هو فقط من يتحمل هذه الضريبة خاصة فيما يتعلق بالزيادات. إذن الحديث عن كل هذا النقاط سيكون بعد قليل. إذن قانون المالية ومشروع قانون المالية لسنة 2016 أثار الجدل ومن قبل العديد من البرلمانيين من المعارضة وكذلك تيار الأغلبية الذي اعتبروه أنه هو وثيقة ملغمة جدا وخطيرة على مستقبل الجزائر. كل هذا الحديث سيكون مع نائب البرلماني الحبيب زكات اللي حضر معنا. صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور. أهلا وسهلا وشكرا استضافة. صباح النور للشعب الجزائري. أهلا بك. إذا سي الحبيب، كان لك يوم أمس مع بداية مناقشة المشروع مداخلة قبل ما نبدأ نتحدث عن حيثيات هذا المشروع، أهم النقاط اللي جات فيه. قلنا وشنو هي أهم النقاط التي تم التركيز عليها في مداخلتك يوم أمس؟ يعني هي قصد جميع يعني المواد، يعني قصد يعني خاصة جيب الجهة المواطن يعني لهذه، يعني ثار يعني معظم حتى الموالات يعني ثاروا ضد هذا القانون لكونه يعني قص مباشرة جيب المواطن. يعني الوزير هذا المالية راح مباشرة يعني للحلول السهلة هي يعني باش يعني في سوفرير المواطن دو بلوس. يعني احنا تمنينا ان الوزير هذا يعطينا حلول. هو كان يعني نشوفه في التلفزيون كخبير يعني مالي، كان يعطينا يعني كنا نظنوا في بلي هذا مهدي المنتظر، يعني كان عنده جميع الحلول واذا به يعني راح مباشره الى جيب المواطن. ولهذا يعني معظم النواب يعني كانوا ضد هذا القانون. نعم، لو بنروحوا في تفاصيل اكثر، بما ان قلت انه كل هذا المواد وكل ما جاء في قانون الماليه لسنه 2016 مواد قد تضرب القدره الشرائيه للمواطن البسيط. نعم. هل تحثوا على هذا المواد التي قد تمس هذه الزيادات عفوا التي تمس الوقود، الكهرباء والغاز وما الى ذلك؟ ما جدية هذه المخاوف من كل هذه الزيادات؟ يعني هو يعني اعلن وزير، انا الشيء اللي قلته انا البارح في المداخلات، يعني ان يعني من العيب والعار ان وزير يعني يعلن عن الزيادات قبل المناقشه، يعني قبل المصادقه على القانون. يعني ايزون بري ديسيزيون باللي زياده بدون قبل ان نناقش هذا القانون الماليه وقبل ان يعني ان يصادق عليه البرلمانيين، يعني وكان البرلمان غير موجود. يعني لهذه يعني البارح كانت يعني واحد اصطدامات يعني ما بين النواب وما بين رئيس المجلس، يعني كان صدامات. يعني بأي حق يعني الوزير يعني يقرر بزيادات قبل المناقشة وقبل المصادقة على القانون المالية؟ يعني نقدر نقولوا انه اذا كان الوزير قد قرر او الفريق الحكومي قرروا هذه الزيادات، يعني نحن نسالوا شنو هو فائده نزول هذا المشروع الى نواب البرلمان؟ يعني الامر مفصول فيه. الامر مفصول فيه، يعني رغم انها اول مره في تاريخ الجزائر انهم يعني تم حذف 7 مواد يعني من هذا القانون. وتم تعديل يعني 14 ماده. ولكن يبقى هذا القانون غير يعني المشكل تاعنا ماهيش مشكل قوانين. انا ديما نقول لهم المشكل تاعنا ماهيش يعني مشكل دي تكست ولا دي قوانين، هي مشكل تاعنا مشكل تسيير. يعني يعني احنا صادقنا على قانون الماليه 3 سنوات على التوالي، يعني وما عطاوناش يعني واش داروا بهذا القانون الماليه تاع السنه الماضيه واللي قبلها، ما عطاوناش، ما جاش الرد. يعني ما جاش الوزير الاول يعني اللي في القانون في الدستوريين ينزل الى البرلمان باش يعطينا الحصيله نتاعو. لكن في ظل الازمه التي تشهدها اليوم الجزائر، لا تعتقد انه لابد ان نذهب الى مثل هذه الاجراءات التي ستاتي بمداخيل اضافيه للخزينه الوطنيه؟ لا، لكن انا لا اظن ذلك. لماذا؟ هما راحوا الى الحلول السهله. انا واش يعني واش كانت يعني لا بروبوزيسيون تاعي عندهم؟ قلت لهم يعني غيروا العمله الجزائريه، دخلوا 500 مليار دولار جزائري. يعني كون يغيروا العمله برك، واش تقصد تغيير يعني العمله هذه؟ تغيير هذه العمله يديروا عمله اخرى يعني باش تدخل يعني الاموال يعني اللي خارج، يعني ما تدخلش في البنوك. يعني هي ما يقارب 500 مليار دولار اللي ما دخلتش البنوك، يعني عند المواطنين، عند رجال الاعمال، عند ديزاندستريال.
هي 500 مليار دولار كي يدور. تقصد استغلال الاموال التي يتم تداولها في الاسواق بدون ذهاب الى البنوك بدون ما تدخل البنوك، وهذه يعني هذا حل سهل بالنسبه للدوله وحل يعني ما هذا حل يتطلب ربما وقت طويل لتنفيذه، لانه درت الجزائر يعني من قبل يعني انا نظن احسن حل هذه تغيير العمله، لكن الاجراءات اللي تكون ربما فوريه هي اجراءات التي تطلب اليوم، ولكن فالي بونسي افون ماشي درك تجيب لي تحط لي امام الواقع. اليوم الفاس طاح على راس ما يقول نعم. لازم نجد نعم. اجراءات نعم. لحد تخلينا نعيشوا الفتره المقبله وليس في بحبوحه، ولكن ولو في لتسيير الوضع. نعم، ولكن اصبح الشعب الجزائري لا يثق في هذه المسؤولين، يعني شوف اني كي تشوف اني في قضيه الخليفه يتفرطوا فيها يعني 10 وزراء واكثر من 50 اطار سامي واكثر من 45 يعني رئيس مؤسسه كبيره، يعني ما كانش ثقه، دوك لازم يسترجعوا الثقه. احنا لا نثق في هذه الحكومه، انا طالبت رئيس الجمهوريه البارح في مداخلتي باقاله هذه الحكومه، الحكومه هذه ماهيش كفؤه باللي تسير اموال هذا الشعب الجزائري. نعاودوا نرجعوا الحبيب زكادي بصفتك نائب برلماني، نتحدثوا عن زيادات هذه المرتقبه في اسعار الوقود وكذلك تعريفه النقل، يعني بالضروره اذا زادت اسعار الوقود راح تطلع تعريفه النقل الكهرباء، ولكن الوزير بالمقابل ذلك نشوف انه الحكومه كما ذكرت تلعب على الوتر الحساس، قال لك باللي زيادات في الكهرباء مش حتمس كل المواطنين الجزائريين، راح تمس 10 ملايين فقط. يعني نشوفوا شكون اللي المواطن الجزائري اللي وني لا بروف اللي حيقيسوا عشان واش هي يعني لا انتم مش كان ردكم على هذه النقطه بالذات؟ احنا رفضنا جمله وتفصيل هذا القانون، يعني جمله احنا كمعارضه احنا رفضنا جمله وتفصيل هذا القانون. لماذا؟ اولا لازم يجيبوا لنا واش داروا بقانون الماليه السابق، احنا ما علمناش كيفاش احنا نعرفوا باللي هذو نجحوا او خسروا، احنا على بالنا سيتي كاتاستروف. علاش بعد ما نزل يعني سعر البترول كانت يعني لا بانيك عند السلطه، لماذا؟ باسكو هما ما عندهمش يعني كفاءات، ما عندهمش يعني مسيرين اكفاء يعني. احنا هذه طالبنا رئيس الجمهوريه يعني باه يشوف الشباب هذا، يجيبوا لنا وزراء الشباب يعني في كل يعني دول العالم ما عندناش يعني وزير. لكن هذه الحكومه اليوم اللي نشوف فيها هي حكومه تقنقراط، مثلا وزير الماليه هو من دومين كما نقول، فهل ترى انه اليوم الاجراءات اللي تطرحها اليوم الحكومه هي اجراءات واقعيه للخروج من هذه الازمه ولو مرحليه؟ لا، ولكن هذا الوزير هذا قبل ما يكون وزير كان يعطينا حلول يعني ايماجينير هكذا، كانت عنده الحلول، قال لك انا لو كنت يعني في الحكومه ندير هكذا ندير هكذا، ولكن هو راح مباشره في نفس التصريحات اللي يكونوا ناس خارج السلطه يكون عندهم ربما نفس الرؤيه، ربما حتى انتم اليوم في المعارضه عندكم رؤيه ايجابيه للخروج من الازمه، لكن اذا تسلمتم السلطه حيكون عندكم اجراءات مخالفه. لكن تسلموا السلطه احنا لكن ما قدرناش نستقيل، ما نقدروش، لكن هو لكن اليوم انتم في البرلمان ما استقلتوش، يعني ورقه الضغط على الفريق الحكومي ربما لعدم تبرير هذه الاغلبيه الساحقه عند نواب السلطه، يعني الالدي والافلا عندهم اغلبيه ساحقه. اليوم تصريحات نواب الافلان في صالح مع المعارضه بالنسبه لرفض قانون في بعض المواد، كانوا يعني احنا شكرتهم انا باللي يعني يعني بالتدخل تاعهم يعني وكانوا يعني في صالح المواطن، ولكن ما يكفيش احنا النتيجه في المصادقه. احنا انا اظن راح يغيروا رايهم يوم المصادقه والتصويت، انا اظن كذلك سيكون ضغوطات عليهم يعني من طرف رؤساء احزابهم وسوي والوحيد ويحيى هو الوحيد الذي صرح لنوابه ان يقبلوا حتى الافلان سيقبلون يعني يضغط عليهم، سيكون ضغوطات كبيره عليهم يعني ويفوت حتى ولو ما يفوتش يعني باغلبيه ساحقه. المهم احنا يعني كانت عندنا ولفنا باللي البرلمان هذا حتى يقدروا حتى يزوروا. لماذا لم تستقيلوا اذا؟ فقط سوسه سمحي لي، انت تكلمت انه المسؤول اذا ما قدرش يوفي مسؤوليته يستقيل، انتم اليوم في البرلمان اذا لم تستقيل اذا ما وفيت مسؤوليتك. انا كون ما كنتش نائب انتم ما تستضيفونيش، كنت معنش معروف يعني، هذه يعني ستين تريبين بورنو احنا. ستين تريبين باش نوصلوا صوتنا. لو لا نستضيف خبراء في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي الحديث عن الواقع. كنت نائب كنت يعني غير معروف يعني واحد ما يعرفني بس من التدخلات التاعية النارية وهذيك، وكنت يعني مدافع شرس للشعب هذه تعرف. هذا المدخلات اسمح لي فقط سي الحبيب زكاد، هذا المدخلات هذا كما تسميها انت المدخلات النارية وكما نشوفوا استعراضات تحت قبة البرلمان
وشنو الفايدة منها المواطن دوك الآن يسحق أنه وش الفايدة من كل هذا المداخلات النارية من كل هذه الأسئلة الشفوية الكتابية التي تقدم للطاقم الحكومي إذا لم تأتي بنتيجة فعلية على أرض الواقع؟ اليوم المواطن راهو خايف من هذه الزيادات كلها اللي ممكن راح تحدث يعني بحسب خبراء انفجار اجتماعي في السنة المقبلة. احنا بين المواطن باللي احنا ما نخونوش أمانة، احنا رانا ندافعوا بكل شراسة على حقنا. دوك الأغلبية الساحقة في يد البرلمانيين نتاع السلطة، احنا ما نقدروا نديروا، احنا اللي سونسيال نوصلوا صوتنا. لا بروف لو ما وصلنا صوتنا كنتوا ما تعرضوناش. لو كنا ما نتعرفوش، احنا الهدف تاعنا اننا نوصلوا صوتها ونفرض رواحنا رغم الاقليه تاعنا احنا. نعاودوا نرجعوا للقانون الماليه، فيه عده مواد ربما جاءت او كانت سبب في الحديث عن انه هذا القانون يحدد مستقبل الجزائر ومن ذلك، مع الغرار الماده 66 التي اثارت الجدل واعتبرت ضرب للسياده الوطنيه واللي تم رفضها من قبل النواب المعارضة. نتحدثوا على هذا المادة. احنا فضلنا يعني باش تكون البازوليتورا تاعنا يكون يعني يتباع يعني المؤسسات الوطنية ثم يمكن التنازل عليها ويبيعوها للمؤسسات الأجنبية. يعني هذه اللي خوفنا احنا على يعني طرحنا يعني لليطار كامل يروحنا يعني من يد الجزائر. يعني احنا مع الانفتاح تاع الاقتصاد الجزائري مع الخارج ومع لو بريفي، مي مؤسسات وطنيه يعني كبيره، مؤسسات وطنيه كبيره، احنا ماذا بينا نشجعوا احنا الاقتصاد الجزائري نتاعنا، ولكن كما يقولوا افيك ان فران ماشي تفتح حاجه تولي اقتصاد بازار. يعني ربما التصريحات اللي كنا تكلمنا عن الاتجاهات ضد هذا القانون، ناخذ بعض التصريحات وبعض ما تم تداوله في وسائل الاعلام انه المشروع يعتبر قانون عقوبات ويحمل قرارات اعدام اجتماعيه. كان ايضا من صرح انه يغلب عليه طابع استفزازي بمخالب رجال اعمال، الامر الذي يفقده السياده ويجعله غير وطني. يعني كل هذه تصريحات، هل انتم مع هذه التصريحات ومع هذه الاراء التي بالنسبه للمشروع؟ نعم، نشوفوا فيه يعني رائحه يعني الاوليغارشيه يعني من ورائه. يعني احنا باين يعني باللي هذو جابوه جماعه يعني تخدم مع السلطه في صال من اجل يعني ديزانتري بيرسونيل، ماشي من ديزانتري بور لو بوبل. على هذه احنا خرجنا ضده. يعني احنا نشموا فيها باللي احنا هذا الاقتصاد راح يخرج من يد السلطه كاريمو. ولكن يعني المتتبع لكل ما قيل في الإعلام عن قانون المالية يعني يرى ظاهره أنه جاء بصيغة اجتماعية محضة، ولكن ربما في المضمون في باطن هذا القانون المالية يعني ربما يعطي فرصة أكبر لرجال الأعمال، يعني يكون شيء إيجابي لهم على حساب بالنسبة المواطن. بالنسبة لرجال الأعمال سيكون شيء إيجابي، ولكن احنا هذا القانون المالي هذا راح يخلق لنا الطبقية. يعني تكون يعني الارستقراطيه والطبقه ضعيفه، يعني الطبقه هذه تاع الفونكسيونال كيما انتم وكيما احنا يعني ستذوب. يعني المتوسطه يعني ستذوب يعني نهائيا. يعني انا ترى انه مثل هذه الاجراءات ستشجع ربما الاستثمار في الجزائر وتستقطب ايضا، ستكون ربما خطوه لاستقطاب استثمار اجنبي نحو الجزائر؟ انا لا اظن. اولا بالقوانين هذه والشيء اللي صار من فساد وهذيك يعني الاجنبيين ما يديروش ثقه في الجزائر. يعني قوانيننا يعني راهي تتغير ما بين عشيه وضحاها. يعني ما نظنش لكان يعني حتى انا كنت جيت عندي دراهم ما نستثمر في الجزائر. لن استثمر. شوف انه الواقع الاقتصادي الجزائري لا يشجع هذا الاستثمار. لا اثق في قوانين الجزائر اللي تتغير بين عشيه وضحاها. نعم، ولكن ربما لا تثقون في قوانين الجزائر التي تتغير كما قلت بين عشية وضحاها. الشعب الآن في من يثق؟ الشعب لازم أنا أظن يعني الشعب ذاك لازم هو اللي يحكم يعني مستقبله بيده. يعني البرلمان لا يمثل شيء. لكن أنتم تعتبروا الجسر بين الحكومة بين ولكن اذا كان يعني دائما احنا نسالوا اذا كان هذا البرلمان فعلا مطعون في شرعيته كما راك تقول وما يديش واجبه. نعم. السؤال الكبير يعني علاش انتم نواب برلمانيين اذا كان هذا البرلمان مطعون في شرعيته؟ نعم. ما فائده وجودكم تحت جاوبتك انا باللي احنا عندنا هذه فرصه باش يعني نوصلوا الكلمه تاعنا، سينو لو ما كانش البرلمان ما توصلش كلمتنا. ما ترشح اذا كانت عندك الفرصه، هل تعيد ترشح للانتخابات والدخول الى البرلمان مره جديده في التشريعات المقبله؟ دقه يعني من الغدوه يعني قادر تبدل الدنيا كل تبدل الجزائر تبدل القوانين، ما تقدرش تعلم يعني من غدوة شي صرا سيرتو في الجزائر عندنا دي كيما نقولوا ديزامبريفي. في خمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يعني قامت أصلا
باسقاط خمس مواد مشروع قانون الماليه. نشوفوا انه هنا ربما فيه تكافؤ فرص، يعني في مجال للانتقاد، في مجال الاخذ والرد. نتحدث اولا بصفه مختصره على هذه اهم المواد التي اسقطت، هي خمس مواد. عندنا الماده الرابعه هذه متعلقه بالرسم على النشاط المهني، عندنا حذف الماده التاسعه هذه مشروع اعتبار ان رسم الاشاري العقاري مقدر بنسبه 1% لعملية المده، عندنا اللي حذفنا الماده 13 من مشروع القانون نظرا الى عدم تقديم الوزاره المكلفه بالصحه القائمه لادويه الرفاهيه، ديروا هذيك الادويه تاع الرفاهيه لو ليستينغ هذيك غير مدروجه غير مدروجه في المعيار تاع ادويه الرفاهيه. حذفنا الماده 38 من مشروع القانون لابقاء الحصه المقدره بنسبه 70%. هي ربما مواد التي تم تداولها في الاعلام بالنسبه المحذوفه، لكن اليوم هل لجنه الماليه هل لا تعمل تقوم بعملها اللازم في غربله ان صح التعبير هذا المشروع؟ هي يعني لجنة المالية في عندها ضغوطات من الحكومة، يا خي على بالك احنا البرلمان هذا تحكم فيه الحكومة، احنا منذ يعني تنصيبنا يعني في 2012 ما قدمناش برنامج ولا درنا تعديل وفات، يعني باسكو سي ليكزيكيتيف سي الحكومة اللي تحكم البرلمان، يعني انقلبت يعني على عكس يعني. انه البرلمان يعني هو يكون ربما الآلة المراقبه لعمل عندنا مهمتان اثنتان هي الرقابه والتشريع، ما نراقبوا ما نشرعوا. ربما ورفع الايدي كذلك القانون الماليه انتم تعتقدون ان سيتم التصويت عليه في نهايه المطاف ويتم القبول؟ هذا يقينا انه سيتم وضع الجزائري امام امر الواقع، امر واقع ولو بيبر جيرين فا سوفرير. طيب ربما نروحوا نشوفوا ربما قبل ما نروحوا الى موضوع اخر بالنسبه للقانون الماليه، اراء الخبراء اراء المختصين في الجانب الاقتصادي تقول انه الجزائر تذهب الى فتره سوداء، هل بمثل هذا القانون قانون الماليه سيمكن ان نخرج من هذه الفتره التي يتم التنبؤ بها فتره سوداء بالنسبه للاقتصاد الجزائري وبالنسبه للمستقبل الجزائري؟ يعني انا نقول لك يعني بهذا الحكومه الحاليه لا اظن، يعني ما عندناش كفاءات، يعني راح نخرجوا مشكل يعني في الكفاءات وليس في الاجراءات. لا احنا المشكل تاعنا سي لابليكاسيون دي تكست، وانا جامي ابليكي دي تكست، الدستور وافسنا عليه، دونك احنا سوني با لو بروبليم دي تكست سي لو بروبليم دابليكاسيون دي تكست. يعني نشوف ربما ان الحكومه سي الحبيب زكادر تضحك عليكم يعني بالمصطلح العام في تمرير مختلف هكذا مشاريع قوانين وفتح المجال لمناقشتها، نقدر نقولوا انه ضحك على الاتقان. هذه ضحك على الاتقان والله اجراء يعني روتيني برك. البرلمان ما عندوش شرعيه مطعون فيه. هل يمكن البرلمان باغ اكزومبل فيه عندنا اغلب ساحقات الافلان، افلان 1,200,000 والارن دي دكار 400,000 1,600,000 مثل الجزائر، يا عيب يا جماعه ما يمثلوش الجزائر، احنا عندنا 40 مليون مليون و400 ما يمثلوش الشعب الجزائري، ما يمثلوش الشعب الجزائري. نعم كلمه القوم على البرلمان، انت كنت تكلمت قبل قليل انه عرفت للاعلام من خلال خرجاتك الناريه على بعض الوزراء وكان ابرزها ربما الوزير الذي ليس في اليوم في وزاره التجاره سيد بن يونس. نعم احنا نشوف هذا الفيديو الذي اخترناه اليوم من البوز نيوز، اذا ممكن نشوفوا البوز نيوز لنهار اليوم حول خرجات اعلاميه لبعض البرلمانيين في يوم امس. كنت متواجد انت لحظة هذا المداخلة، تعليقك لما كنت انت جالس تحت برلمان، ما هو التعليق، ما هو الانطباع الاول الذي كان لك اثناء هذه يعني المداخلة؟ يعني هو شاكان ساميطود باش يوصل هذاك هو يدير هكذا، انا ندير دي نوتر مانيير، الاخر يدير شجع هذه الامور داخل البرلمان. انا ما تهمنيش يعني انا كل واحد كيما يقولوا كل واحد اسلوبه في سال كل واحد اسلوبه كل واحد ومثله هو يمثل ولايه مديه انا مثل ولايه ميلا، يعني كل واحد اسلوبه. لكن يعني هل اليوم انت طريقه ايصال الرساله وطريقه ايصال الراي تكون عبر هذه الطريقه حتى تجذب ربما مواقع التواصل الاجتماعي، لانه هذا الفيديو تم تداول بصوره كبيره مثل الفيديو الذي قمتم به بالنسبه للوزير السابق؟ لكن سي با لا ميم شوز، احنا قسنا في الصميم. هذا عنده طريقته اللي في يعني لن يكون فيه تغيير بعد هذا الفيديو، لن يكون فيه تغيير على حسب، خاصه بانه قلتم انه اليوم البرلمان جرد من صلاحيته منذ الاستيقاظ الى يومنا هذا، مش غير هذا البرلمان. ما الجدوى من قيامه؟ فقط للشهره، شهره شخصيه ربما؟ المهم هو يوصل فكرته، هو عنده هكذا يقول باللي هذه الفكرتين دي سيت مانيا توصل لك. كل واحد عنده يشوفه هو بالك يشوف باللي احسن فكره هذه هي، ما نقدرش نعلم واش في قلبه يعني نوايا يعني لا يعني كما قلت كل واحد اسلوبه، لكل
الوحده طريقته طبعا في ايصال الفكره. نعاودوا نرجعوا ربما قليلا للشق السياسي وما تم تداوله عفوا من قبل وسائل الاعلام في الفتره الاخيره على المجموعه التي راسلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وتشكيكهم فيما اذا كان الرئيس يسير البلاد ام لا، وخروج عبد الوزير ابو عبد الملك سلال واحمد ويحيى كذلك. شفنا انه حديث كثير انت بصفتك كبرلماني ونشط في الحياه السياسيه، ما مدى مصداقيه هذه المجموعه بصفه انها نسبت نفسها للمعارضه؟ انا ما يهمنيش المصداقيه، لكن الشيء اللي يهمني ان من حقهم باش يطالبوا يعني باش يزوروا رئيس الجمهوريه. ما تشوفش ربما انه هذا تشكيك في ربما انه الرئيس يقوم بمهامه كما قيل من قبل الوزير الاول عبد الملك سلالة؟ انا نظن لو كانت السلطه يعني على يعني باللي راهي الي سور دال كان تخليهم يشوفوا هو لو بروبليم. انا نحب نشوف راي الرئيس تاعي نورمال، هذه حاجه عاديه في الكره الارضيه كامل، رؤساء العالم راهم يدوروا في البيس ويروحوا في المترو. لو عرض عليكم هذا الامر وعرض عليكم التوقيع على هذه الرساله، هل كنتم ستقبلون والتوقيع بصفتكم ربما اطار في اطار في الجزائر؟ انا ما نتوقعش مع الجماعه هذه، كان جماعه اخرى. انا طالب انا لماذا ربما ترفضوا حتى توقعوا معهم؟ لان هذو ما نعرفهمش انايا، ما نعرفش النيه نتاعهم، ولكن كنت انا ولكن ربما في شخصيات تاريخيه مثل الاخضر بورقعه وما الى ذلك، في شخصيات تاريخيه يعني عندها مصداقيه كبيره، يعني لو كان على الرغم انه انسحبت بعض الشخصيات واصبحت مجموعه 16 ولا 19، ولكن في شخصيات ربما تاريخيه تخلي هذه المجموعه تعطي عندها طابع. انا بارك هذه المبادره، انا ابارك هذه المبادره يعني. لكن تشكك في النوايا؟ أنا لا أعرف، لا يمكن أن أشك النوايا، يعلمها عند ربي هذه، يعني بتشك نوايا أنا ما نعلمش هذه ربي اللي يعلمها، فهمتي؟ مي أنا بصدد ندير رسالة باش نشوف رئيس الجمهورية، ومن حقي، أنا كنت رئيس بلدية درت طلب استقبال رئيس الجمهورية، ولم أستقبل. وهل تم الاستجابة لهذا الطلب؟ لا، ما استجبوش الجزائر، منذ الجزائر عمرها ما استجبت رئيس الجمهورية، ما عندناش هذه الثقافة هذه، ما عندناش هذه لاكولتور نتاع لو بريزيدون دو ريبوبليك يروسوا سيتوان سامبل، هذه ما كانش. حنا نواب ما يستقبلوناش الوزارة، حنا نواب عندنا الحصانة من حق يعني لا ميسيون تاعنا. يعني يقول لك يستقبلوا الأسئلة الشفوية فقط. ودي ما يستقبلوش الإنسان، ما يستقبلوش حتى النواب. لكن ألا ترى ربما من جانب آخر أنه بعض البرلمانيين هم فقدوا مصداقيتهم حتى يتم استقبالهم من بعض الوزراء وبعض أيضا المسؤولين في البلاد؟ لا يعني احنا كلنا فقدنا مصداقيتنا، الحكومة فقدت مصداقيتها، البرلمان فقد مصداقيته، حتى الرئاسة فقدت مصداقيتها يعني. إذا ربما يجب استرجاع هذا المصداقية لأنكم تمثلون الشعب. سي الحبيب زقاد نائب برلماني كنت معنا هذا الصباح، شكرا لك على حضورك. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. العفو. إذا مشاهدينا ما نزال دائما متواصلين وياكم، الحديث بعد قليل سيكون عن المنتدى الدولي للإعلام صحيح الذي ستحتضنه عفوا الجزائر نهاية الشهر الحالي، أول منتدى دولي للإعلام بعد قليل. عدنا اليكم مشاهدينا وفقرات الشروق مورنينغ الحديث الان عن منتدى الاعلام، منتدى دولي للاعلام لاول مره في طبعته الاولى في الجزائر، ونستضيف معنا سيدي علي ابراهيمي احد منظمي هذه التظاهره الاعلاميه. صباح الخير. صباح النور ياسين. صباح النور. صباح النور، اهلا بك. الله يسلمك. بدايه نضع المشاهدين في الصوره، تحدثنا عن هذا المنتدى، المنتدى الاعلامي الذي حيكون 29 و30 نوفمبر ان شاء الله. بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة من قناة الشروق. حقيقة هذا المنتدى يعني المنتدى الإعلام الدولي، وحنا عطيناه صبغة الدولي لأنه فيه ضيوف من الخارج وحبينا يكون يعني حدث جزائري بكل المقاييس. وطبعا راح يكون لازم يكون عندنا منتدانا. نحن الحمد لله الآن نشهد يعني هذا الانفتاح الإعلامي وظهور هذه القنوات التلفزيونية الفضائية وكل هذا، لازم يكون عندنا منتدى إعلامي يجمع الجزائريين، يكون فيه احتكاك، يكون فيه تبادل خبرات الآراء، نطرحوا مواضيع اللي نعيشوها في هذه الساعة. وراح يكون أول منتدى جزائري يعني ولا مرة يعني منذ الاستقلال ما كانش كاين منتدى إعلامي بهذا الشكل أو بهذا التنظيم. ان شاء الله راح يكون يعني من تنظيم مؤسسه ميديا دي زاد مع بالشراكه مع مركز التجاره العالمي دبليو في تي سي جزائر العاصمه، وان شاء الله يكون حدث يعني اهم شيء هو ان نجمع هذا الاعلاميين الجزائريين
نطرحوا المواضيع اللي تهمنا، نحاولوا نشوفوا نعم لو نتحدثوا ربما ابراهيم سيد علي عن اهم الوجوه الاعلاميه التي ستشارك في هذا المنتدى الدولي. في الحقيقة أنا أعتبر شخصيا الوجوه الإعلامية هي اللي تكون، إحنا دائما نشوف التلفزيون يعني الظاهرين التلفزيون، في الحقيقة الكواليس الإعلامية هي اللي تصنع هذاك النجم ولا هي اللي تصنع الشاشة. لهذا إحنا كاين وجوه تلفزيونية على غرار بعض القنوات المعروفة الكبيرة مثل سكاي نيوز مهند الخطيب، كاين مروان حبيب، مروان حبيب من الام بي سي، كاين لوجين، بعض الشخصيات اللي يعني معروفه اعلاميا، كاين ليلى سماتي توعنا يعني الاعلاميين الجزائريين في الخارج. ربما الاوجه الابرز الاوجه حتكون في هذا الاعلام، كان عندهم مداخلات بالنسبه لورشات. تكلمنا عن ربما الورشات والمواضيع التي اخترتموها في هذه التظاهره. في الحقيقة احنا حبينا نستغلوا في ضيوف مثلا مدراء قنوات، مثلا مدير قناة العرب الإخبارية، كاين أيضا مدير جريدة الشرق الأوسط وهي أعرق جريدة يعني عريق جريدة عريقة. حبينا نستغلوا هذه الناس باش يقدموا ورشات ويقدموا أيضا يكونوا تجربتهم. لم تحدثوا ربما هل ستكون فيه مشاركة لطلبة الإعلام في هذا المنتدى؟ ولو شنو هي ربما الإضافة إذا كان فيه مشاركة للطلبة اللي يقدر يقدمها لهم هذا المنتدى؟ طبعا راح تكون فيه، هو الحظ الاوفر راح يكون طلبة الاعلام يعني، وطبعا فيه شروط لانه هذا منتدى مهني يعني يحضروا فيه فقط الناس اللي في المجال. راح يكون فيه طلبة الاعلام، ايضا الناس اللي يشتغلوا في مجال الاعلام القنوات جميعها، وايضا راح يرافق اللي هو اهم شيء راح يرافق المؤتمر المعرض. في معرض يرافق المؤتمر الخاص بالقنوات الجزائرية خاصة المعروفة مثلا الشروق، القنوات المعروفة راح تكون معنا إن شاء الله. والورشات راح تكون في 4 ورشات في اليوم الثاني. الورشات هذه عبارة عن وركشوب راح يكون فيها يأطروها هذ الناس يعني أهل يعني عندهم تجربة كبيرة مثلا في كلنا على حسب تخصصي مثلا الاعلام الاخباري الاعلام الاجتماعي كلنا على حسب تخصصي. وفي تسجيل يعني في موقع ايضا موقع الانترنت تسجيل يكون عبر الموقع فيما تيري dz.com. التسجيل لحضور هذا المنتدى بالضبط لازم يكون فيه تسجيل قبل ما باش تشوفوا عدد ربما اللي حابين يحضروا معكم في هذا المنتدى. حتى العدد راح يكون يعني عدد معتبر يعني راح يكون في حدود 500 حاضر يعني بين طلبة و لو نتكلموا عن التحضير، تحضير لمثل هذه التظاهرات مثل هذا المنتدى اللي عنده صبغة عالمية، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتكم من خلال هذا التحضير وهذا المسار التحضيري؟ والله حقيقة يعني الحمد لله يعني صراحة الفكرة المنتدى كانت قبل فترة خلال مشاركتي، شاركت في منتدى الإعلام بدبي، منتدى الإعلام العربي بدبي، وقلت لماذا لا يكون لنا منتدى إعلامي في الجزائر؟ هكذا يعني جات. وبعدين لما جيت على الجزائر رحت على مركز تجارة هنا وورد ترايد سنتر والمدير تاعو ميسيو تيباوي هو مشكور كثيرا يعني حقيقة يعني مباشرة أعطيت له الفكرة يعني أعجب بها كثيرا وقال لي هذا وقتها. وبدينا ندرسوا في تقريبا عندنا تقريبا 7 أشهر تم من التحضير. كنا ناقشنا المواضيع اللي نقدروا نطرحوها، الضيوف اللي يقدروا يجوا، يعني احنا حابين نديروا حدث كبير او ما نديروش. نعم لو نروحوا اسمح لي فقط لو نروحوا في سياق المواضيع التي ستكون مطروحه للنقاش من قبل اعلاميين، وشنو هي اهم المواضيع التي تركزون عليها؟ يعني ستكون مواضيع الساعة، مواضيع الحدث التي تشغل العالم، أن ربما سيكون فيه مواضيع خاصة بالإعلام فقط. هو الشعار المنتدى هو مستقبل الإعلام، رؤى وطموح. الجلسات راح تكون جلسات نقاشية مفتوحة. طبعا المواضيع هي المواضيع اللي نشاهدها الآن، يعني مثلا مستقبل الإعلام الجزائري في ظل التحديات الجزائرية، في أيضا حول الإنتاج الثقافي الإعلامي اللي راح يأطرها إن شاء الله اللي راح يقدمها إن شاء الله المداخلة معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي.
طبعا جلسات موجوده عندي هنا، يعني ربما نقترح لكم بعض معليش احنا المهم نذكروا اهم فقط المواضيع اللي راح تكون، خاصه كما قلت انه الاعلام وتحديات الامنيه والاقتصاديه والسياسيه كثيره جدا بالضبط. خاصه نشوفوا انه الاجنده لكل قناه تختلف، وما فيش راح يكون ربما تكوين لصحفيين من قبل اعلاميين كبار او عفوا للطلبه، حتى ربما يدخلوا رسائل عليهم الولوج لطريقه الاعلام. ميديا دي زاد نعم وتدريب اعلامي، وطبعا يعني في جلسه حتى جلسه في المؤتمر حول التكوين الاعلامي لانه ضروره يعني صراحه. يعني الان ما فيش قناه تلفزيونيه ما عندهمش يكون فيه دائما دوره تكوينيه للصحفيين بالضبط، لانه احنا دائما نشبه الاعلام كمجال الطب، يعني دائما فيه جديد، لازم واحد دائما ميزاجور يعمل يعني في الاعلام كل يوم تكتشف شيء جديد، ما قلناش كل ساعه وكل لحظه يتطور. لكن ما هو الهدف الذي سطرتموه انكم توصلوا له بعد هذا المنتدى في طبعه الاولى؟ والله الهدف الاول انه المنتدى يترسم، يعني عندكم رعايه من وزاره طبعا وزاره الاتصال مع معالي الوزير السيد حميد جرين، يعني تحت رعايته طبعا، وفي حتى يعني مداخله من طرف معالي الوزير السيد حميد جرين في خلال الافتتاح، راح يقول كلمه ايضا حول السمع البصري، راح يتحدث ايضا على قانون السمع البصري الجزائر. راح تكون صراحه المواضيع ثريه، وحتى الحضور يعني حتى الحضور نوعي، هذا الشيء اللي يخلي بس حابين يكون يترسم. لكن الى جانب هذا الهدف انه يكون ربما محطه طبعاً سنويه طبعاً منتدى عالمي يستقطب ويستقطب وجوه اعلاميه وخبرات اعلاميه دوليه بالضبط، وايضا تبادل خبرات. لكن اهداف اخرى سطرتموها نظرا لان صح التعبير الواقع الاعلامي الجديد في الجزائر، هو الواقع خاصه بالنسبه للخاص صحيح لا يتجاوز 3-4 سنوات صحيح. هو صراحة هو أهم به الأهداف طبعا هو أننا نجمع هذا الناس العاملين في نفس القطاع، شيء مهم أنه يتلاقوا جميع يعني تفضلت الآنسة بكل يعني تنوع القنوات وكل واحد يعني أجنده خاصة وكذا، لكن نشتركوا في هدف واحد هو أننا نقدموا شيء زايد يعني في الإعلام الجزائري، نحاول نمدوا صورة جيدة على الإعلام الجزائري وهذا شيء مهم. احنا الحمد لله ماناش يعني جدد في المجال، يعني نحكي كبلد تلفزيون جزائري عنده ربما من قبل الاستقلال يعني سنوات، يعني ربما تلفزيونات حديثه ما عندهمش، يعني ماناش بالعكس هذا المنتدى جاء متاخر لكن جاء في وقته. يكون فيه مشاركه للتلفزيون للمؤسسه الوطنيه طبعا 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 راح يكون فيها متمثله في السيد الياس العريبي ان شاء الله راح يكون موجود معنا. الاهداف طبعا ان شاء الله تكون فيه توصيات، نخرج بتوصيات من خلال هذا المنتدى في نهايه، نحاولوا نطرحوا يعني اشياء جديده، نحاولوا نطوروا هذا العمل الاعلامي يكون فضاء رحب لتلاقي الافكار وتناقحها، ويعني نطرحوا مواضيع ويكون فيه نقاش، واعتقد هذا اهم شيء في الاعلام يعني نوصلوا له باذن الله بعد هذا المنتدى ان شاء الله. في الاخير كلمه ختاميه، قبل ايام قليله قبل ايام قليله صح، يعني ان شاء الله تكون هذه فرصه المنتدى الاعلامي الدولي بالجزائر فيما ان شاء الله يكون فرصه لنا جميعا كاعلاميين وصحفيين وجميع العاملين في قطاع الاعلام، خاصه اللي يشتغلوا في الكواليس يعني اللي هم يصنعوا الحدث، ان شاء الله يكون فرصه اننا نتلاقى، ويكون هو حدث كبير ندعو جميع الإعلاميين واللي في المجال ينضموا لنا ويحاولوا يسجلوا في أقرب وقت باش هي موقع الفيسبوك، صفحتكم على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك طبعا موجودة فوروم انترناسيونال دي ميديا دالجي، وأيضا موقع الانترنت www.fima-dz.com تجد فيه كل شيء للصحفيين ايضا والجانب التقني اللي عنده حتى الجانب التقني مسؤوليه كبيره لايصال الصوره الجميله والصوره اللي توصل للمشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله بخير سيدي علي ابراهيم، نشكرك على حضورك وحظ موفق للمنتدى الاول، المنتدى العالمي الاول للاعلام. الله يسلمك، شكرا لك. اذا مشاهدينا موعد المحطه الثقافيه مع نوال بوسبوله واهم
الفعاليات والمهرجانات بعد قليل. تحول الى اغنيه نشوفوا ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت ملهمه لكل الفنانين. ايضا اصبحت عندها دور فعال، يعني هذا يعطيها بالدرجه الاولى المرتبه الاولى في تاثير على المجتمع خاصه. اذا من هاشتاج انا ما نسيتش راح نروحوا الان الى مسرحيه، الى عالم المسرح الان الفن الرابع، هذه المره مع مسرحيات متداوله في قسنطينه ويتم عرضها في اطار دائما قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. مسرحيه مأدوبه اللئام للمخرج صلاح الدين ميلات تروي او تسلط الضوء على اللحظات الاخيره من حياه غرطه حاكم نوميديا قبل مجيء ماسينيسا. اذا راح تروي او تسلط الضوء على الخيانه داخل دار يغرطه. اذا راح نشوفوا مع بعض هذا الفيتيار في تغطيه لزميل امين لرقت. انا يغرطه سانسج من جسدي مشاحا للحريه وابني فوق زنزانه قلعه للاحرار ومن دمي شداول وانهار. ورغم لم تجد من يشتريها عباره كثيرا ما رددها البطل النوميدي غرطه الذي تسيد سيرتا واختار الحرب والمقاومه متحديا من ارادوا تقسيم عاصمه سيرتا. سيد القائد لقد القينا عليه القبض. مأدبة اللئام رؤية مسرحية مغايرة لشخصية يوغرطا حاول من خلالها مخرجها صلاح الدين ميلاط وبعد 60 يوما إماطة الكتام عن ميزات وبطولات برؤية فنية جديدة وبكثير من الإسقاطات على الوضع الاجتماعي والسياسي المعاصر. المسرحية أحداثها تروي حياة أو نضال يوغرطا من أجل تحرير نوميديا، ولكن هذا العمل الجبار الذي قام به يوغرطا وهذه المعاناة كانت تتلقى دائما، يعني أن الخيانة هي السبب الرئيسي في فشل الكثير من الثورات. ومن خلال أغوستين يحاول يوغرطا ضرب الرومان في عقر دارهم. أتكرهني إلى هذا الحد يا أيها الملك بقاس؟ ثم ماذا تعني بالمنبت الأصيل؟ لكن رائحة الخيانة سيطرت عليه. كان دوري النمرة زوجة يوغرطا. النمرة هي زوجة محاربة، زوجة قوية، زوجة مسارعة، رافدة للخيانة، رافدة للسلطة الرومانية. حين تعرفين السر تدركين معنى قولي وإحساسي. هي مؤامرة حكها الملك بوخوس الذراع الأيمن ليوغرطا مع الرومان في مأدبة ضده أسقطت عظيما. مسرحية مأدبة اللئام المبرمجة في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية قدمنا هذا العرض اليوم، كان العرض الأول تاعو. عندما يمتزج الفن بالتاريخ تولد رؤية تاريخية متكاملة تترجمها وقائع حقبة زمنية تحاول استحضار الماضي في عمل مسرحي بثلاثية الخيبة والمرارة والخيانة. وادعوهم للاحتفال وكل المحبين من ثاروا في وجه الغاصبين. إذن هي ثلاثية الخيبة والمرارة والخيانة التي صورتها مسرحية مأدوبة لئام إسقاط على الواقع العربي بالتحديد. هذا المسرح فقط هي من إنتاج المسرح الجهوي لقسنطينة، يعني جمعية المرايا الثقافية. نبقى دائما مع جو المسرح وهذه المرة مع الأيام المسرحية الرابعة المغربية بالوادي اللي راح تنطلق يوم 15 إلى غاية 19 فيفري، ولكن العام المقبل بحول الله 11 فرقة مسرحية تم اختيارها مبدئيا راح تشارك في هذا الطبع. إذا الجزائر راح تشارك بثلاث عروض مسرحية. المسرحية الأولى من إنتاج التعاونية الثقافية نبراس للفنون ولاية أدرار، راح يكون هناك عرض مسرحي بعنوان سفر، ومسرحية البرج للتعاونية الثقافية الفنية بعنوان تقاسيم شرقية، ومسرحية لكمة الصولجان لجمعية الواحة للفنون بولاية ورقلة. إذا راح تكون هناك طبعة أو مشاركة أخرى لدول عربية إلى جانب الجزائر، أكيد فيها تونس، ليبيا والمغرب، لأنه الطبعة هي طبعة مغربية، وحيغطي أكيد بعد مسرح أو بعد الأيام المسرحية الخاصة بالجنوب في الجزائر العاصمة تنتقل القافلة إلى الجنوب حتى يعطي نفس أكثر ويعطي فرصة للجنوب حتى يضيع صيته في هذا الجانب المسرحي. من المسرح، من أيام المسرحية الرابعة المغربية بالوادي، راح نروح الآن إلى
إلى واحدة من روائع الفنان المغترب حميد بارودي اللي كان أدى قبلا سنة 1991 أغنية كارافانتو بغداد، ولكن هذه المرة حيقول كارافانتو قسنطينة لأنه كان أحيا حفل فني الأسبوع الماضي فقط بقسنطينة بقاعة أحمد باي قاعة العروض وتتواصل يعني تتواصل جولة أو جولة الفنية للفنان إلى حتى إلى غاية 28 من الشهر الجاري. إذا كان هذا واحد من الفعاليات الثقافية في الجزائر، واحد من الأجندة يعني من المواعيد الثقافية في الأجندة. فقط لتذكير أنه ميس حرب مرة أخرى حتكون اليوم ضيفة المسرح الوطني محي الدين بشترزي وضيفة الجزائر على الساعة 6 مساء. بقية أو تفاصيل أكثر في الأجندة الثقافية. إذا كانت هذه أهم الفعاليات الثقافية في الجزائر. فقط راح يكون هناك موعد ثقافي مهم جدا وهو انطلاق فعاليات مهرجان ديما جاز في دورته 13 يوم 27 نوفمبر، يعني بعد غد الجمعة، بعد غد الجمعة بحول الله، ويستمر لغاية 3 ديسمبر المقبل 6 أيام. والجمهور القسنطيني على موعد مع ديما جاز. وأكيد ستكونين من الحاضرين اليوم مساء بالنسبة لي. أكيد بالطبع. شكرا لك. تغطية حصرية لشرق مؤمن. شكرا لك نوال. إذا بالمحطة الثقافية نكون قد وصلنا إلى ختام عددنا لهذا اليوم.